سلام الله عليكم مشاهدي الأكارم، وأهلا بكم معنا في هذه التغطية المتواصلة للانتخابات التشريعية المغربية، حيث انتهت عملية التصويت التي دامت منذ الساعة 8 صباحا بكل المكاتب عبر المملكة، وأغلقت أبواب هذه المكاتب كما ذكرنا، وفتحت الصناديق وبدأت عملية الفرز في مكاتب الاقتراع بحضور رؤساء المراكز الانتخابية وممثلي اللوائح الحزبية المتنافسة. ولن نطيل حتى تظهر النتائج الأولية، وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت قبل قليل عن مشاركة مقبولة ما بين 25 إلى 32%، ومن المنتظر أن تعلن النتائج الأولية للانتخابات منتصف الليلة من طرف وزارة الداخلية كما ذكرنا، فضلا عن إعلان الأحزاب عن أهم المدن التي حصلت على مقاعد بها. الآن نتابع معا هذا التقرير ثم نعود إليكم. يتطلع المغاربة إلى التغيير ويطمحون لقفزة تنموية تغير من واقعهم المعيش وتسفر عن مشاريع تمس القطاعات الحيوية من صحة وشغل وتعليم وغيرها، ولكن يشكل الشعور بالخيبة إزاء الوعود السياسية التي قدمت لهم بالنسبة للكثير منهم سببا حقيقيا لإعلان عدم الثقة بنتائج الاقتراع. فقطاعات مختلفة كالصحة والتعليم تعاني الإشكالات التي تعجز الحكومة المغربية عن إيجاد مخارج لها، ما يمكن أن ينعكس سلبا على استجابة الكثير من المغاربة لنداءات المشاركة في الانتخابات التشريعية. فالانتخابات التي تجري اليوم ولكن نتائجها تتعلق مباشرة بما أسفرت عنه نتائج الانتخابات البلدية والجهوية في 4 سبتمبر من سنة 2015، حيث انحصرت المنافسة بين حزبي العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة، وسيكون لباقي التشكيلات السياسية دور في التحالفات القادمة. وتعد هذه الانتخابات 10 تاريخيا والثانية في ظل الدستور الحالي وما نجم عن برنامج الإصلاحات بعد تلك التي جرت في 25 من نوفمبر سنة 2011، وفاز بها حزب العدالة والتنمية وشكل الحكومة. ويحرص حزب العدالة والتنمية زعيم الأغلبية الحكومية على الظفر بفوز جديد يؤهله لقيادة العمل الحكومي واستكمال الإصلاحات التي أطلقها منذ تنصيبه دستوريا على رأس الحكومة في جانفي سنة 2012، وسيواجه لتحقيق هذا الهدف منافسة حقيقية مع حزب الأصالة والمعاصرة الذي أسس سنة 2008 وحقق نتائج طيبة في انتخابات سنة 2009. ويذهب المحللون إلى أن هذه الانتخابات ستشهد تنافسا قويا بين الأشخاص المقدمين على رؤوس القوائم ومواقعهم أكثر من التنافس بين الأحزاب والأفكار والبرامج. ويرى الكثيرون أيضا أن حزب العدالة والتنمية سيواجه نتائج ما حصده من ممارسة الحكم خلال سنوات قيادته للحكومة، وستكون انعكاسات الخيبات الاقتصادية والاجتماعية لفترة ولايته مفصلية في خيارات الناخبين على حد تعبيرهم، فيما ستكون الدولة خلال هذا الموعد الانتخابي الضامن الوحيد لما جاء في الفصل الأول من الدستور سنة 2011، وهو الاختيار الديمقراطي ثابت من ثوابت الأمة. تقرير عبد الحي عبد السميع. معنا من المغرب زميلنا من هناك مراسل قناة المغربية نبيل عبد اللاوي. آخر المستجدات نبيل تقول أن هناك 43% كنسبة مشاركة، هل تؤكدون هذه المعطيات؟ زميلي عادل، 43% أعلنت عنها وزارة الداخلية في حدود الساعة 7 تماما، أي أثناء إغلاق مكاتب التصويت، وهي نسبة مشاركة جزئية وليست نهائية، إذ لحد الساعة لم تعلن وزارة الداخلية عن نسبة المشاركة التامة. وطبعا النتائج الجزئية هي الأخرى لم تظهر، والكل هنا بالمغرب يعني ينتظرون ظهور النتائج الجزئية التي ستظهر تباعا انطلاقا من الساعة 12 خلاف لما كان متوقعا في حدود الساعة 10 ليلا. جميع الأحزاب الآن وجميع المواطنون وينتظرون ويشدون أنفسهم في ظهور النتائج، ولحد الآن لم يعلن أي حزب عن نتائجه الجزئية باستثناء حزب العدالة والتنمية الذي أكد تصدره للنتائج، لكن تبقى نتائج جزئية بطبيعة الحال دون تأكيد رسمي من وزارة الداخلية. خلال جولتنا في مدينة الرباط منذ حوالي 5 دقائق لا زالت
المقاهي يعني مفتوحة الأبواب والكل متوجه على شاشة التلفزيون الرسمي المغربي الذي ستكون أول قناة تعلن عن النتائج الجزئية لهذه الانتخابات. طبعا يسبق هذا بلاغات رسمية لوزارة الداخلية، وكانت وزارة الداخلية أيضا قد أصدرت بلاغات رسمية سابقة أكدت فيها أن الأجواء الانتخابات مرت في ظروف جد عادية وهادئة، ولم تسجل أي حالات فلتان أمني في مجموع التراب الوطني. ونسب المشاركة التي لحد الآن تحدث عنها البلاغ الرسمي لوزارة الداخلية تراوحت ما بين 25 إلى 43%، حيث كانت جهة العيون هي أكبر نسبة مشاركة ب 38%، تتبعها جهة درعا ب 35%، ثم جهة الدخلة ب 32%، وسجلت أدنى نسبة ب 25% بالجهة الشرقية وجهة الدار البيضاء سطات. طبعا نحن ما زلنا نتجول بشوارع الرباط ونزور مقرات الأحزاب المغربية المختلفة لنأخذ انطباعات وكذلك ظهور بعض النتائج الجزئية. كما قلت سلف بطبيعة الحال نبقى على تواصل زميلنا نبيل عبد اللاوي لإفادنا بأهم المستجدات من هناك. يلتحق بنا الأستاذ والباحث السياسي محمد همرص من الرباط. أستاذ، يعني البلاغ الرسمي لوزارة الداخلية كان على الساعة 7 مساء يقول أن نسبة المشاركة تتراوح بين 25 إلى 43%، يعني هذا نسبة محمودة بالنسبة لما كان متوقعا في هذه المشاركة. ما رأيكم؟ أستاذ محمد همرص، هل أستاذ همرص معي؟ نعم، أهلا بك، مرحبا بك أستاذ محمد همرص الأستاذ والباحث السياسي. نحن نتحدث عن نسبة المشاركة، وزارة الداخلية قالت أنها تتراوح ما بين 25 إلى 43%، ما رأيكم في هذه النسبة؟ لا، أنا لست محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم، محمد همرص هل أنت معي؟ أظن أننا فقدنا محمد همرص، لم يسمع السؤال ولهذا لا ليست لدينا إجابة. نحن نتحدث عن 43%، هناك من يقول أن كان ينتظر مشاركة بين 16 و20%، لكن مشاركة يعني نسبة أولية أو نتائج أولية ل 43% كمشاركة لهذه الانتخابات التشريعية تعد شيء إيجابي وشيء محمود، والمغاربة ربما يعني استبشروا خيرا بهذه الانتخابات التشريعية ودخلوا في هذا العرس الانتخابي وخرجوا جحافلا للتصويت لمن يظنونهم أنهم سيمثلونهم في البرلمان المغربي. لا، لدينا نقل مباشر من الأمانة من الأمين العام لحزب العدالة والمعاصرة، أو تابعوا معنا. ساعة كيقولوا حنا تحزب، بعد ساعة كيقولوا حنا تحزب، حنا ما كنقولوا لا هذا، كنقولوا بيقولوا منين غادي نحصل على اللي كتكون نتائج واحد كنقدر على الأقل أكثر من 25%، الآن ما وصلتش أكثر من 25%، كاين بعض النتائج دوائر الصغيرة اللي بدات كتصبر، خرجات أسا وخرجات طرفايا وخرجات
الفحصان جرى هاد الدوائر الصغيره ديجا على حسب خرجوا حنا ناجحين فيه سي ناجحين كاع سنه بس شويه سي الدوائر الاخرى اللي مازال الدوائر اللي خرجوا بالعودة إلى الأجنة المدن الكبرى متقدمين ولكن ماشي بزاف مازال بالوفاج مع بعض الأحزاب ما كنعرفوش شكون اللي غيجي لنا شكون اللي غيجي لنا الدوائر ديال متقدمين في التصوير موجودين بشكل متقدم غاديين في كادير غاديين في كالودان هادو اللي كيوصلوا للنتائج الأولى. بالنسبة للأجواء العامة الأجواء العامة اليوم يعني كي كانت الأجواء العامة انتم ما ممكنش لا حدود هذا كما كنتم تتابعون تصريح الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة إلياس العماري ويقول أننا متقدمون ليس لكننا ليس لسنا متقدمين بنسبة كبيرة. يبقى نبيل عبد اللاوي مراسل قناة المغربية معنا، ما رأيك في تصريحات الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة أستاذ نبيل؟ أنا الآن يعني متواجد في مكان لم أتمكن من سماع صوت تصريح الأمين العام. هو يقول أننا متقدمون لكننا لسنا متقدمين بنسبة كبيرة، ما رأيك؟ طبعا هكذا أعلن أيضا حزب العدالة والتنمية مدير حملة العدالة أعلن قبل قليل بأن حزب العدالة والتنمية هو أيضا متقدم في أغلب الدوائر بالمغرب، وكذلك يعني الآن حاليا كل حزب يحاول ما أمكن أن يعلن عن نتائج ما يصله من خلال المحاضر مكاتب التصويت، ولكنها تبقى نتائج جد جد جزئية لأن لحد الساعة لم يصدر أي بلاغ رسمي من وزارة الداخلية بخصوص ظهور النتائج الجزئية. لكن لماذا هذه التصريحات؟ يعني نحن أنهينا هذه الحملة الانتخابية، الآن هي صحيح نتائج جزئية، لكن لماذا يقول أحدهم أني متقدم والآخر يقول كذلك أني متقدم؟ يعني ما هي النية وراء هذا؟ هذا بناء على المحاضر التي تصلهم يعني من خلال مندوب حزبيهما في مكاتب التصويت، يمكن ان تصل مثلا بعض المحاضر الى الحزب في وقت متقدم على الحزب الاخر فيعلن بانه يتصدر النتائج، ليتبين بعد ذلك بان باقي المحاضر لم تكن في صالح الحزب، وبالتالي فكل ما يصرح به الان يبقى جزئيا جدا، وقد تدخل ايضا في اطار الحرب الاعلاميه التي يحاول كل حزب أن يشنها ضد الآخر، لكنها تبقى في النهاية هي توقعات نسبية، فالفيصل الأخير والمؤكد هو حينما تعلن وزارة الداخلية عن النتائج النهائية لانتخابات 7 أكتوبر. شكرا جزيلا. نبقى معنا أستاذ نبيل عبد اللاوي. ينضم إلينا من الرباط أستاذ سعيد الفكاك القيادي في حزب التقدم والاشتراكية. ما هو انطباعك العام على هذه الانتخابات أولا؟ والله الانتخابات في المغرب بشكل عام يعني مرت ظروف عاديه وطبيعيه. نعم. نسبه المشاركه كانت حوالي 43%. طبعا تم تسجيل بعض الملاحظات التي هي معزوله وتقنيه، وننتظر يعني الاعلان على النتائج لكن يعني لا تحيد الموقف اللازم يعني نجمع كل المعطيات، ولكن على العموم قررت في ظروف عادية وطبيعية. يعني ما رأيكم في هذه النسبة؟ يعني نسبة أولية على الساعة 7 مساء كانت نسبة مشاركة 43%، يعني نستطيع أن نقول أنها جد محمودة هذه النسبة. لا، 43% هي قربنا من النصف. نعم. يعني هي دون مستوى طموحنا، كنا نطمح أن تكون يعني أكثر، لكن ربما هناك بعض الظروف لأنه كانت بعض المناطق فيها تساقطات مطرية، وكانت هناك بعض الظروف
يعني الطبيعية التي حالت. لا لا أستاذ سعيد الفكاك، هذه ليست النسبة النهائية، وزارة الداخلية لم تعلن عن نسبة المشاركة النهائية. طبعا هي نسبة نهائية، يعني لما تجمع النتائج والنسب أنا نكتب هذه النسبة النهائية، لأنه تعرف أنه العديد من مناطق المغرب هي في يعني في مناطق صعبة الولوج وربما مشكلة الاتصالات، ولكن على العموم يعني ننتظر النتائج وننتظر يعني الأرقام الرسمية. نعم يعني الآن ربما ندخل في مجال التخمين، يعني من تراه قريب إلى الظفر بأكبر المقاعد في البرلمان في نظرك؟ والله يعني حسب يعني مش يعني هذا ليس تحيز، هذا ليس تحيز، ولكن أرى في آخر النتائج على مستوى انتخابات الجماعية وعلى مستوى الانتخابات التشريعية عفوا الجهوية وكذلك أداء الحكومة وكذلك نسبة المواطنين الذين حضروا تجمعات رئيس الحكومة، أتصور أن يحل رغم كل المشاكل أتصور أن يحل حزب العدالة والتنمية في المركز الأول. يعني هل تقولون أن أداء الحكومة كان محمودا؟ لا اقول محدودا، نحن مساهمون في الحكومه، اداء الحكومه لا اقول كان جيدا ولكن كان مشرفا. خليني اقول لك انه حافظنا على التوازنات الماكرو اقتصاديه، هبطنا يعني خفضنا نسبه العجز من 7.3 الى 3.5، اتخذت اجراءات اجتماعيه غير مسبوقه في تاريخ المغرب، هي الترفيه الصحيه للمستقلين، الترفيه الصحيه للطلبه، منحة خاصة للأرامل، صندوق التكافل العائلي، الدواء يخفض في المغرب لأول مرة منذ 59، هذه إجراءات اجتماعية ذات طبع اجتماعي لصالح أوسع الفئات. طبعا لا نقول أن حققنا المستحيل ولكن الأداء كان مشرف، كان مشرف أداء الحكومة. يعني كيف إذا فاز حزب الأصالة والمعاصرة هل سيقع هناك تحالف بين حزبكم وهذا الحزب؟ والله حزب الأصالة والمعاصرة هو حزب مغربي وله حق التواجد وحق العمل، لكن يجب أن نكون منطقيين، يعني وفي السياسة كل شيء ممكن، ولكن نحن كان لنا منطق في هذه الحكومة، يعني كنا أعلننا على التحالف مسبق مع حزب العدالة والتنمية. نعم. أظن سيكون من الصعب جدا أن نذهب في تحالف أحادي مع هذا الحزب. بعد إذا كانت هناك ظروف سياسية يعني مغايرة. هذا هو الجواب يعني. يعني ما هي هذه الظروف السياسية القاهرة التي تدفعكم إلى التحالف مع حزب الأصالة والمعاصرة؟ ربما يعني هذا تخمين، ربما اذا كان حزب العداله والتنميه بدوره متواجد، ولكن هذا مستبعد، هذا مستبعد، هذا مستبعد. يعني منطقيا من الصعب ان نكون في تحالف مع حزب، نحن نحترم هذا الحزب، هو حزب مغربي متواجد. نعم. لكن كان في معارضه وكان لنا منطق سياسي مختلف معه، وكنا في تحالف مع حزب يعتبر يعني غريمه او خصمه الاساسي، يكون من الصعب لانه السياسه لابد ان يكون فيها منطق معين. جميل، ابقى معي أستاذ سعيد الفكاك. ينضم إلينا أستاذ زهر الدين الطيبي أستاذ العلوم السياسية من وجدة، انطباعك حول هذه الانتخابات والنتائج الأولية خاصة نسبة المشاركة التي أعلنت عليها وزارة الداخلية على الساعة 7 تقول هي في حدود 43%، ما رأيك؟ نعم، أعتقد بأن هذه النتيجة إلى حدود الآن هي نتيجة مؤقتة وبالتالي هي ليست نتيجة نهائية. المؤكد أن هذه النسبة سترتفع نسبيا ولن تبقى في حدود 43%، يعني أنه من المنتظر أن ترتفع بنقطتين أو أكثر، وبالتالي سنكون في حدود نسبة المشاركة التي كانت في التشريعيات الأولى سنة 2011 أو ربما أكثر بقليل. ولكن اعتقد ان هذه النسبه يعني عمليا
نسبة يمكن أن تكون مقبولة وكانت متوقعة، يعني لم يكن هناك توقع أو سقف توقعات لم يكن كبيرا جدا، كان هو أن النسبة ستكون ربما مرتفعة نسبيا مقارنة مع النسبة التي عرفتها نفس الاستحقاقات التشريعية في 25 نوفمبر 2011. يعني في نظرك لماذا هذا العزوف المواطن المغربي على الانتخاب؟ أليس ربما هذا يعكس ما قامت به الحكومة؟ يعني صحيح انه اعتقد انه هذا العزوف هو عزوف لفئات معينه من الناس، ربما تكون هي فئه من الموظفين الذين تضرروا من الاجراءات الحكوميه، وطبعا عدد الموظفين هو عدد شريحه لا يستهان بها، وبالتالي فالحكومه تواجدها كان على حساب ربما هذه الشريحه، خصوصا على مستوى صندوق اصلاح صندوق المقاصه وايضا اصلاح نظام التقاعد، حيث تمت هناك اقتطاعات ابتداء من هذا الشهر لمجموع الموظفين، اقتطاع نقطه واحده على اساس ان يصل الى 4 نقاط لاحقا في نهايه 2018. لكن استاذ نحن نتحدث عن 16 مليون ناخب مغربي، يعني تقريبا اذا تحدثنا على النتائج النهائيه، هب أننا حصلنا على 50% نسبة مشاركة، فهناك 8 ملايين ناخب مغربي لم يشارك في هذه الانتخابات. نعم، ولكن عندما نتحدث عن الموظفين فهم يمثلون على الأقل 800 ألف موظف، وبالتالي عندما نتحدث أيضا عن الشباب الغاضب، الشباب النخب الجديدة على مستوى الأحزاب التي لم تعرف طريقها للوصول إلى لوائح الانتخابية على مستوى الأحزاب السياسية، أيضا هذا مشكل حقيقي بالنسبة لهذه الأحزاب، لأن الأحزاب بمختلف أشكالها بمختلف أطيافها لم تستطع أن تقدم برامج مقنعة أو على الأقل توضح كيف يمكنها أن تنزل البرامج التي سطرتها بالنسبة لهذه الانتخابات. هذا أيضا هذا مشكل مطروح بالنسبة للمشاركة الشبابية، ثم أنه على مستوى حتى لوائح الشباب بالنسبة لمختلف الأحزاب هي لوائح لا زال يطغى عليها منطق الوراثة، منطق الزبونية، منطق القرابة أكثر من منطق الكفاءة أو ربما تسلق الدرجات في هياكل الحزب. هناك ايضا مشكل المشاركه النسائيه نفس الشيء يمكن طرحه، باعتبار انه لا زلنا للاسف الشديد بالنسبه للاحزاب لا زالت المراه تعتبر فقط خزانا انتخابيا، بمعنى انها تشارك بصوتها ولكن على مستوى الحضور داخل اللوائح الحزبيه هو حضور ضعيف، وهذا ايضا قد يؤدي الى نوع من العزوف النسائي. هناك ايضا تواجد حزب العداله والتنميه داخل الحكومه، باعتبار ان السياقات الحاليه ليست هي سياقات 2011، سياقات 2011 كانت هي سياقات الربيع العربي وكانت هي سياقات ربما مغايره نسبيا. الآن المغاربة جربوا هذه الحكومة، السياقات لم تعد نفس السياقات، هناك مسارات متأزمة في مجموعة من الدول التي عرفت ما يسمى بالربيع العربي الذي تحول للأسف الشديد في أحيان كثيرة إلى مأساة وإلى خريف عربي. إذا الظروف لم تكن هي نفس الظروف، وبالتالي فالوضعية الآن الوضعية الراهنة هي وضعية مغايرة. أضف إلى ذلك بأنه كانت هناك فكرة أن المغاربة كانوا يريدون ربما تجريب حزب جديد لم يصل إلى السلطة الآن، وهذا الحزب الذي هو حزب العدالة والتنمية قد وصل إلى السلطة وربما قام بمجموعة من الإصلاحات، صحيح وهذا لا يمكن أن ننفيه، ولكن هذه الإصلاحات كانت فئوية ولكنها أيضا لفت القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة، وبالتالي فأعتقد بأن كل هذه العوامل مجتمعة أدت ربما إلى هذا التراجع وهذا العزوف. أضف إلى ذلك بالنسبة إلي شخصيا أعتقد بأن البرامج الحزبية كلها كانت برامج متشابهة فيما بينها، وبالتالي فكان من الصعب الاقتناع أو إقناع الشباب والناخبين بها. صحيح أنه لدينا عدد كبير من الناخبين، لدينا مسجلين جدد،
وصلوا الى السن القانونيه للتصويت، ولكن الاحزاب لم تقم بدورها في اطار يعني تاثير هؤلاء الناخبين، وايضا في اطار ربما اقناعهم بهذه البرامج، لانه هذه البرامج للاسف الشديد كما قلت هي برامج متشابهه، فالناخبين الذين يتوجهوا في اغلب الحالات. جميل استاذ زهر الدين الطيبي، ابقى معي وانت تتحدث عن البرامج. هناك حوار قصير للسيد رودالي وقيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، تابعوا معنا. الروداني الشرقاوي، مرحبا دكتور. مرحبا سيدي. مرحبا سي الدكتور الروداني، تجرى اليوم عمليات فرز اصوات صناديق الاقتراع، ما هي ارتساماتكم وانتم برلمانيين سابقا؟ اولا وقبل كل شيء، اليوم المغرب كيعرف واحد العمليه الانتخابيه التي تظهر بالملموس بان المغرب يعني قطع اصوات كبيره في مرحله ترسيخ الديمقراطيه وتاسيس دوله المؤسسات بكل ما تحمل الكلمه من معنى. اليوم كانت انتخابات تشريعيه، كنعتقد بانها انتخابات يعني مهمه جدا، نظرا لان الانتظارات الكبيره على المستوى السياسي، على المستوى الاقتصادي، ثم كذلك على المستوى الاجتماعي، تطلب يعني اجابات على اسئله واضحه لمده 5 سنوات التي عاشها المغاربه مع الحكومه التي يعني كانت مؤخرا. اليوم الانتخابات التشريعيه يعني كما شاهدتم مرت يعني في اجواء يعني عاديه، كانت طبعتها يعني حمله انتخابيه من طرف يعني حزب الاصاله والمعاصره بطريقه محكمه، بطريقه منضبطه لجميع القوانين التي اسست للعمليه الانتخابيه. اليوم حزب الاصاله والمعاصره يعني يطمح ليتبوأ المرتبه الاولى، نتمنى ذلك. هناك امامنا ساعات قليله لرؤيه النتائج. السيد الروداني، بلغت نسبه المشاركه 43%، هل هذه النسبه تبين نضج المغاربه واهتمامهم، واصبحوا يهتمون بالمجال السياسي، وكيف تعلقون على هذه المشاركه بنسبه عاليه؟ نسبه 43% الى خضينا التجارب المقارنه على المستوى الاقليمي وعلى المستوى المحيط المغاربي انها تعتبر يعني مشرفه جدا، نظرا لان المحيط الاقليمي كما كنعرفوا انتخابات كانت في مجموعه من الدول لم تصل الى هذا المستوى، وهذا يدل على ان هناك وعي جماعي لدى المغاربه جميعا بالعمليه السياسيه، بالعمليه الديمقراطيه، ثم كذلك اهتمام المغربي والمغربيه بالسياسه، وهذا نابع من ان اليوم نلاحظ ان هناك نقاش أصبح الآن في الساحة في المواقع الاجتماعية حول السياسة، حول تسير الشأن العام، وهو ما جعل أن تكون هذه النسبة كبيرة كذلك. شكرا، إلى هنا ننهي لقاءنا مع السيد الروداني الدكتور الروداني، وقد أدلى بتصوراته وهو متفائل لمستقبل المغرب ولمشاركة مشاركة المواطنين في صناديق الاقتراع. إذن كان هذا حوار السيد روغاني شرقاوي. أعود إليك أستاذ محمد همراس، وبما أننا نتحدث عن البرامج في حال عودة العدالة والتنمية على رأس الحكومة، ما هي الأولويات سعيد الفكاك، ما هي أولويات حزبكم في وهو في تحالف مع حزب العدالة والتنمية، الأولويات لربما للمغاربة؟ سؤال موجه إلي أستاذ. نعم أستاذ، لك سعيد الفكاك. أستاذ سعيد الفكاك، السؤال موجه إلي. شكرا. سيدي الكريم، يعني بالنسبة لنا في حزب التنظيم والاشتراكية، إذا حالفنا الحظ وكنا في التجربة الحكومية المقبلة، برنامجنا يرتكز على 5 أولويات أساسية. أولا جعل الإنسان في صلب العملية التنموية، يعني مواصلة برامج التعليم، المدرسة العمومية، مواصلة برامج الصحة، مواصلة برامج السكن، مواصلة برامج التشغيل. النقطة الثانية هي التوفيق الخلاق ما بين النزاع على مستوى الاقتصادي بما يعطي ذلك الاستثمار والمشاريع الاقتصادية الكبرى، ثم العدالة الاجتماعية، بمعنى يجب
ان نستثمر ونجتهد لنخلق الثوره لنوزعها على ذوي الدخل المحدود يعني في اطار مشاريع اجتماعيه. النقطه يعني الثالثه هي مواصله التشعير الديمقراطي يعني للدستور بما يقتضي ذلك من حريه ومساواه ومناصفه وتعزيز الحريات العامه والمؤسسات. البعد الرابع هو هذا نوعا ما جديد وهو جعل البعد الايديولوجي البعد الاكبر هو معطى ثالث في كل السياسات العموميه. النقطه الخامسه والاخيره في اولويات البرنامج تهم العلاقات الدوليه والدبلوماسيه وهي مواصله يعني تقويه مكانه المغرب في المحيط الاقليمي والدولي من خلال تعزيز تواجده في افريقيا وامريكا اللاتينيه وتنويع الشراكات السياسيه والاقتصاديه، يعني طبعا هناك حلفاء تقليديين كالولايات المتحده واوروبا ولكن كذلك تنويع الشراكات لما فيه مصلحه. لكن استاذ سعيد الفكاك استاذ سعيد في بعض تصريحات رئيس الحكومة بن كنان ويقول أن الحكومة لم تنجح لكنها لم تفشل كذلك، يعني في رأيكم ما هي العوائق التي جعلت من هذه الحكومة لم تنجح؟ والله هذه هي قمة الصراحة، نحن نبتعد عن لغة خشب، يعني أي مسؤول يقول لك نحن هذه هي لغة الواقع، لهذا بعض أفراد الشعب المغربي يتعاطفون مع هذه الحكومة، يعني لغة الواقع، بمعنى هناك أشياء تحققت وهناك أشياء فشلنا فيها، لا تنسى أن كانت مواجهات للحكومة، أنا هناك خروج لحزب معين من الحكومة بعد حوالي 6 أو 8 أشهر، كانت هناك بعض العراقيل من الداخل ومن الخارج. أنت تعرف أنه هناك جهات هناك يعني مجموعة من الجهات يعني كانت تريد لهذه الحكومة أن تنجح وبالتالي عملت لها العراقيل. إذا شيء طبيعي جدا يعني أن لا تحقق كل يعني البرامج يعني هل ستستمر هذه الجهات التي تتحدث عنها انت استاذ سعيد الفكاك، هل ستستمر هذه الجهات في اعاقه الحكومه الجديده الحكومه المنتخبه؟ والله يا سيدي الكريم العمل السياسي هو صراع. نعم العمل السياسي دائما طبعا ليس صراع بالاسلحه، صراع سياسي، صراع بالافكار، صراع بالبرامج، وهذا شيء طبيعي لانه لم يتركك خصمك اعمالك ما تفاء، يعني هذا منطق طبيعي في الصراع، ونحن خبرنا السياسه في المغرب ونعرف يعني هذه الاشياء. طبعا ستستمر في حاله استمرار هذه الحكومه تستمر هذه الجهات يعني في معاكسه هذه الحكومه وان تعمل لها العوائق. انا لا اتفق مع الاستاذ الذي سبق مع احترامي له طبعا كاستاذ يقول لك مشاريع، نحن انقذنا المغرب، هذه الحكومه انقذت المغرب. صندوق المقاصة كان ياخذ من ميزانيه الدوله 57 مليار درهم، اليوم اكثر من 50 مليار درهم. صندوق التقاعد كان سيفلس، كان سيفلس، نحن انقذناه. هذه طبعا هي مشاريع نوعا ما لا شعبيه ولكن كانت عمليه جراحيه ضروريه لكي يتعافى الاقتصاد المغربي ولكي يعني نؤكد على التوازنات الاقتصاديه. يعني سنستمر في العمل، نحن حزب خبرنا العمل السياسي يعني منذ اكثر من 70 سنه ونعرف الواقع السياسي المغربي جيدا، وسنستمر في العمل بحول الله كيفما كانت الظروف لاننا نحب وطننا ونحب بلدنا ونعمل في اطار مؤسساته. جميل، شكرا جزيلا استاذ سعيد الفكاك القيادي في حزب التقدم والاشتراكيه. اعود اليك استاذ زهير الدين الطيبي، هل من نتائج ظهرت للعيان يعني قبل منتصف الليل؟ نعم، هي بدات تظهر نتائج جزئيه في مجموعه من المدن ولكنها نتائج تبقى غير رسميه لاننا ننتظر النتائج الرسميه من وزاره الداخليه. نعم. هناك نتائج يعني تشير الى صراع ربما على الصدارة ما بين حزبين هم حزب العدالة والتنمية وحزب الأصالة والمعاصرة، بالرغم من أنه يعني حزب العدالة والتنمية بدأ يصدر بيانات يقول بأنه تصدر
الانتخابات بنسب مريحة، ولكن هذه التصريحات تبقى تصريحات ربما للضغط وللعملية الانتخابية أكثر منها تصريحات رسمية. نحن ننتظر الأرقام الرسمية من وزارة الداخلية، وأعتقد بأن هذه الأرقام لن تتأخر كثيرا، يعني بعد بضع ساعات سوف تظهر النتائج وسوف يتضح المشهد السياسي الجديد. يعني في رأيك أستاذ زهر الدين طيبي، لماذا خرج حزب الاستقلال من هذا من المنافسة؟ يعني في الواقع اولا اريد ان اعقب على الاستاذ سعيد فكاك مع احترامي لرايه، وان كان ان الاختلاف في الراي لا يفسد للود قضيه. اولا نحن لسنا ضد الاصلاحات، لسنا ضد اصلاح صندوق المقاصه ولا صندوق التقاعد، ولكن في المقابل هذه الحكومه جاءت بشعار محاربه الفساد، فأيننا من هذا الشعار؟ نحن نريد ان يعرف المواطن المغربي من السبب في افلاس صندوق التقاعد. طيب الآن الموظف المغربي كان دائما يساهم، كان دائما يساهم في بأقساطه في هذا الصندوق. هناك مشكل، نعم نتفق بأن هناك مشكل، لكن من هو السبب؟ هل الدولة لم تكن تدفع أقساطها؟ هل هناك مشكل آخر؟ هل تم تدبير أموال هذا الصندوق بشكل غير مقبول؟ نريد فقط في إطار الشفافية حتى تكون. الآن نحن نطالب من المواطن المغربي المساهمة في أبعاد ثلاثية، بمعنى أنه يساهم أكثر، بمعنى اقتطاعات من راتبه، يشتغل أكثر لمدة 3 سنوات أكثر، وسوف يأخذ أقل، وبالتالي فهذه هذا الثلاثي ربما حتى إن قبله المواطن المغربي على مضض كان سيقبله بليونة أكثر لو أن الحكومة خرجت وقالت لنا ها هي الأسباب الحقيقية التي أدت إلى هذا المشكل، إلى هذا العجز في هذا الصندوق. عودة إلى سؤالك بالنسبة لحزب الاستقلال، حزب الاستقلال أعتقد بأن خروجه كان خروجا خاطئا من الحكومة، لأن حزب الاستقلال لو أنه استمر في الحكومة كان بإمكانه أن يتصدر الانتخابات التشريعية الحالية، وكان سيكون في وضع أكثر يعني أريحية أكثر بالنسبة لهذه الاستحقاقات، في أريحية أكثر. لماذا؟ لأنه لم يسبق إلى حدود الآن لحزب الاستقلال أن حصل على الصدارة وهو خارج الحكومة، وبالتالي سيصعب عليه أيضا في هذه المرحلة. ربما خروجه كان خروجا استراتيجيا، ولكنه تراجع عنه في الأخير باعتبار أنه مع ظهور نتائج الاستحقاقات الجماعية والمحلية عاد حزب الاستقلال وعادت قيادته لتعلن انفصالها عن حزب الأصالة والمعاصرة. وهناك يعني نوع من المغازلة السياسية ما بين العدالة والتنمية وحزب الاستقلال، وإن كانت أن الصراع عاد مجددا في هذه الحملات الانتخابية، ولكن هذا أعتقد بأنه صراع عادي بين الأحزاب السياسية باعتبار أن حزب الاستقلال هو حزب لا يمكنه أن يعيش كثيرا في المعارضة وخارج الحكومة، وهو يحسن جيدا تدبير المرافق الحكومية من أجل أن تكون لصالحه ولصالح نتائج حزبه في كل الاستحقاقات. أعتقد بأن حزب الاستقلال مستقبلا سيكون في الحكومة، ربما سوف يفاوض بشكل قوي من موقع قوي، ولكن في آخر المطاف سوف يكون في الحكومة، لأنه أدرك جيدا بأن خروجه كلفه كثيرا بالنسبة لتدبير شؤونه الداخلية. هناك من المحللين من يقول أن حزب الاستقلال صعب عليه أن يعود أصلا إلى المنافسة السياسية في المغرب، ما رأيك في هذا القول؟ هو حزب الاستقلال، هو حزب الاستقلال، وإن كان أنه استطاع أن يغطي جميع الدوائر الانتخابية 92 بالنسبة للمغرب، إلا أنه وإن كانت أن قيادته تتحدث عن تصدر هذه الانتخابات، لكن منطقيا واقعيا يصعب عليه تصدر هذه الانتخابات. حزب الاستقلال أعتقد بأنه سيكون في المرتبة الثالثة في هذه الاستحقاقات، لأن الصراع كان ربما كبيرا جدا وشرسا بين قيادات العدالة والتنمية وقيادة الأصالة والمعاصرة، وإن كان أنه كانت لدينا 5 أحزاب كلها تدعي وتزعم بأنها ستتصدر المشهد الحزبي، ولكن واقع الشيء طبعا ليس هو التصريحات الانتخابية للحملات السياسية. وتهب الرياح بما لا تشتهي السفن. أستاذ زهير الطيبي، الأستاذ العلوم السياسية
السعودية، كلمتنا من وجدة، نشكرك جزيل الشكر. نقول لمشاهدين الأفاضل أن الخطوط مفتوحة الليلة لمن يريد التدخل ويدلي برأيه حول هذه النتائج، نتائج الانتخابات التشريعية في المغرب. ينضم إلينا من الرباط أستاذ شاكر أشبار، رئيس التجديد والإنصاف. أستاذ شاكر، النتائج الجزئية تبين وتظهر تقدم حزب العدالة والتنمية، ما هو تعليقكم؟ يا أخي احنا يا سعداء بهذه النتائج الأولية، وخاصة أن حزب التجديد والإنصاف كان أظن الحزب الوحيد الذي أعلن رسميا عن مساندة حزب العدالة والتنمية في الدوائر المحلية التي لم يرشح فيها يعني ترشيحات محلية. فهناك 42 دائرة لم نرشح فيها محليا، وساندنا فيها يعني مرشحين العدالة والتنمية، وهذا بالنسبة لنا مؤشر إيجابي أن يعني النتائج الأولية تبين خطارة حزب العدالة والتنمية، لأن يعني ترجمة هذه الأرقام سياسيا هي بالنسبة لي أن الشعب المغربي يريد مواصلة بل تعميق الإصلاحات، وهذا ما كنا نقوله نحن. ولو أننا لم نكن نشارك في الحكومة كنا نساند الحكومة، ولكن نطالب الحكومة بتعميق الإصلاحات. ونحن ندري أن اليوم التحالف الحكومي الذي كان يسهر على تدبير شؤون البلاد يعني كان شيئا ما ضعيف أساسا لكون الحلفاء حزب العدالة والتنمية يعني لم تكن لهم الإرادة السياسية القوية الكافية لمواكبة هذه الإصلاحات، فكانوا تعثرات أساسا في على مستوى يعني الوزارات التي كانت تدبر. والآن قبل خروج أو ظهور النتائج أستاذ شاكر أشبار، يعني بجواب بسيط، يعني ما هي المعادلة الأسهل؟ هل يكون تحالف مع حزب العدالة والتنمية أسهل، أم تحالف مع حزب الأصالة والمعاصرة؟ يا أخي نحن ننتظر أن العدالة والتنمية تكون هي أول حزب في هذه الانتخابات، ولا داعي إذن للكلام على الأصالة والمعاصرة، لأن نعرف أن رئيس الحكومة إن شاء الله يعني يكون في صفوف العدالة والتنمية. بالنسبة لنا هذا الجواب ديال هذا المساء هو جواب الشعب المغربي على واحد مجموعة من العروض السياسية، وجواب الشعب المغربي وهو واصلوا الإصلاحات ولكن بقيادة العدالة والتنمية، وهذا ما نحن نصفق له إلى حدود الآن. أنا لا يمكنني أن أعرف ماذا ستكون النتائج النهائية، ولكن أنا يعني متفائل جدا في جواب الشعب المغربي. شكرا جزيلا أستاذ شاكر أشبار. يعني ربما نفس السؤال الذي طرحته لسعيد الفكاك، ما هي الأولويات الحكومة الفائزة في هذه الانتخابات او البرلمان؟ يعني ما هي أولويات الحكومة؟ هل معنا أستاذ شاكر أشبار؟ أظن أننا فقدناه. لا علينا، الآن نبدأ في أخذ المكالمات. نأخذ خالد من ليستر من بريطانيا. أهلا بك خالد. أهلا، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. أريد فقط أن يعني نعقب شوية على هذا. من فضلك يعني تفضل واحنا نسمع يعني فيك سيخ خالد. يعني العدالة والتنمية هي اللي خاصة تفوز بهذا، لأن
الاحزاب الاخرين ما كيبانوش، ما فيهم حتى ما فيهم حتى واحد. يعني احنا النتائج مازال ما عرفناهمش خالد، هل يا ترى اذا فاز حزب الاصاله والمعاصره واش عندك، واش عندك تعقيب في حاله ما فاز حزب الاصاله والمعاصره؟ واش تقول؟ نقول انا كارثه للمغرب كامل. ولماذا؟ لانهم هم ما يستحقوش، وهذا الشيء كيبان في كل التعليقات في البرلمان كيفاش يعني واضح الحق من الباطل. يعني واش عمل حزب العدالة والتنمية اللي خلاك يعني بهذه الطريقة يعني تناصروا؟ ناصروا لأنه عنده شفافية، على الأقل أجوبته كيف تسمعها يعني مرضية، وكيف ما ذكرتوا أنتم على هذا الصندوق المقاصة وهذا، وما كيهموش يعني الشهرة ديال يعني خالد. يعني أنت تقول يتكلم مليح، لكن هل يعمل مليح يعني؟ هم مين تركوا يعمل؟ يعني ما فيش حتى حد يتركوا يشتغل. يعني ولات يعني شفنا هذه المظاهره اللي جرت في الدار البيضاء هذا. أيوة. الناس يروحوا ليها يسالوهم اللي جايين هنا، يقول لهم احنا جايين للارهاب، هما يرجعوا جايبينهم باش يحاربوا بالكيران ولا هما. نقول لك حاجه واحده لو سمحت، هاد الناس ما يحبوش حاجه سميتها اسلام ولا قريبه للاسلام. يعني هذه يعني هذا للنكته برك خالد، واحد سالوه يعني في هذه المظاهرات وسالوه قال له علاش خرجت؟ قال له خرجت على 6 تاع الصباح. هذا شوف الحكايه. بارك الله فيك سي خالد. مصطفى من المغرب، اهلا بك. مصطفى تفضل. مصطفى لا يسمعني، خلينا نمشوا لوجدة معنا محمد. حتى محمد فقدناه، لكن لا علينا، نأخذ فاصل قصير مشاهدينا الأفاضل ثم نعود والخطوط مفتوحة لكم، ابقوا معنا.
أهلا بكم من جديد مشاهدينا الأفاضل إلى هذه التغطية المتواصلة من قناة المغاربية لندن، التغطية الخاصة بالانتخابات التشريعية المغربية. وفي انتظار أن تعلن وزارة الداخلية عن النتائج الأولية لهذه الانتخابات، بدأت بعض التسريبات وبعض النتائج الجزئية تتسرب هنا وهناك معلنة تقدم حزب العدالة والتنمية. ما رأيكم في ذلك؟ نفتح لكم الخطوط للإدلاء بآرائكم. لدينا مصطفى من فرنسا، أهلا بك مصطفى. السلام عليكم الأخ عادل، ومبارك عواشرك ولكل العاملين بقناة. شكرا جزيلا مصطفى. المهم بغيت نعطي الرأي ديالي في هذه الانتخابات اللي جرات اليوم في المغرب. وبالنسبة للعدالة والتنمية هو تحصيل حاصل، لأن الشعب المغربي دار الثقة في هذا الحزب لأن ما بينش شي حاجة للمغاربة. وأما بالنسبة للحزب المنافس اللي هو الأصالة والمعاصرة، هو كما نقولوا حنا في المغرب حزب ديال كوكوت مينوت، يعني تكون في اللحظة الأخيرة، ما عندوش يعني جذور في كما نقولوا حنا في، لا هو يقول حزب التراكتور يعني ماشي حزب التراكتور، الاسم غادي يدل على بزاف ديال الحوايج. على كل حال حنا الشعب المغربي هو كما نقولوا حنايا عنده جذور في الديمقراطية، شعب يعني كما نقولوا قديم في هذا الشيء ديال الانتخابات، وكيعرف الصالح من الطالح كما كنقولوا. بارك الله فيك سي مصطفى، شكرا جزيلا. نمشوا لوجدة، معنا محمد دالا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سلام سي مصطفى، لاباس عليك؟ لا الله يسترك، تفضل. الحمد لله. بغيت نتكلم عن الانتخابات ديال اللي صارت اليوم في المغرب. كنقول لي ان العدالة والتنمية كنا عطيناها فرصة في 5 سنوات السابقة ما بينتناش على شي تحسن في المعيشة ولا بالعكس، كانت دارت القدرة الشرائية، القدرة الشرائية ضعفت بالإضافة إلى أن البطالة انتشرت والفقر. إضافة إلى هذا فإن الدولة حكومة بن كيران اتجهت إلى خوصصة المجالات كالتعليم والصحة، بالإضافة إلى انعدام الوظيفة العمومية. يعني أنت محمد ما تتمناش أنه حزب العدالة والتنمية يفوز في هذه الانتخابات؟ احنا كمغاربة ما بقتش عندنا كما نقولوا الثقة في جميع الأحزاب. جميع الأحزاب كنقول بلي أنهم، يعني أنت ما صوتش اليوم محمد؟ انا مشيت صوت ودرت ورقه ملغات، ما بغيتش، ما بقيتش شي حزب اللي ندير فيه الثقه، ما كانش. كانت عندنا واحد الفرصه باش السنوات السابقه باش نعطوا الفرصه للحزب العدالة والتنمية باش يبين على يفرض نفسه، ولكن هذيك الثقه مشات، لان العدالة والتنمية قام غير بالمصالح ديالو، غير المصالح نتاعو، توظيف غير الاصدقاء نتاعهم، يعني ما بقاش، ما كانش يعني الشعب راه ماشي الهاويه، راه كنت تشوف المستشفيات اللي عندنا هنايا في المغرب ولا في وجده ولا ولا ولا, ولا التعليم في المدارس، كنقدروا نوجدوا ان القسم يوجد اكثر من 50 تلميذ في القسم، بالعكس ان في السنوات الفارطه في حكومه عباس الفاسي ولا حكومه دريج طو ولا اليوسفي، كانت الاحزاب تاخذ بعين الاعتبار القدره الشرائيه نتاع المواطن، كانوا ما كانوش يشوفوا القدره الشرائيه ديال المواطن، ما كانوش يدخلوا في هذه الحوايج، ولكن ان حكومه الاله بن كيران لقات في الطريق نتاعها غير المواطن، ما قدتش تتجه كما نقولوا كما كيقول بن كيران للتماسيح والعفاريت. بارك الله فيك. لكن انت محمد كما صوتش ورجعت الورقه فارغه، يعني ما خليت اي حل، يعني ما كاش حلول. يعني استاذ مصطفى كنقول لك بان المغرب من بين الدول ماشي الناميه، الدول اقل من الناميه. ربي يجيب الخير سي محمد، شكرا جزيلا. محمد من الخريبقه، محمد اخر، اهلا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا بك. تحيه طيبه للاخوان في المغاربيه
وبارك الله فيكم على الاهتمام بالمغرب. شكرا جزيلا لك الاهتمام واتصالك بنا. يا اخي الله يخليك، الناس كتهضر على الحزب العداله والتنميه وهذه، انا نعطيك واحد النظريه. يعني يا اخي تصور ولو اي حزب كيفما كان حاله، وتصور حزب العداله والتنميه وجه يعني حائط من حديد. يعني في الحقيقه كانت مشاكل وكانت عراقيل. المهم يعني المهم كل شيء كيشهد ليه بالنزاهه ديالو، وحنا كنتمنوا ليه ينجح ان شاء الله. يعني وخمس سنوات هي غير كافيه، هذه الحقيقه هذه. الو نسمع فيك محمد. وتلك سيدي خمس سنوات غير كافيه، ولا بد يعني خمس سنوات اضافيه زياده على الخصوم. يعني الخصوم في الحقيقه يعني كانوا شرسين. يعني هذه هي الحقيقه، بلا ما نشير لا رمز لا هذه لا. يعني الامور الحمد لله كل شيء دابا ولا اتضحت، ولو يعني واحد الفئه كثيره من المغاربه لم يصلوا اصلا الى نضج يعني سياسي لكي يفرزوا ما بين الحق والباطل. المهم هو اجمالا نسال الله سبحانه وتعالى الحزب العداله والتنميه يعني التوفيق في يعني في مرحله ثانيه. بارك الله فيك محمد، شكرا جزيلا. خلينا نمشوا لبلجيكا، معنا مصطفى، اهلا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كنشكركم على الاهتمام اللي كتبديو للمغرب. الحاصل انا اللي كيأسفني واللي كنتأسف ليه هو ان هاد الخوت هادو اللي كيتصلوا كيبداو يطعنوا في النزاهه ديال هاد الناس ديال العداله والتنميه. ف نعم نسمع فيك استاذ مصطفى. فللاسف هاد الناس هادو اللي ربما ما نعرفش واش العينين ديالهم مسدودين ولا ما عايشينش في المغرب. ولا المغرب الحمد لله راه ولا من الدول يعني المتقدمه. يشوفوا شحال ديال المشاريع الحمد لله دخلوا المغرب من نهار العداله والتنميه شدت البلاد. شحال ديال الملفات ديال الفساد جبدوا اللي ما كانوش كيقدر حتى واحد يجبدهم في الحكم على في عهد الحكومات السابقه. يكفينا صرف على انه ولنا كنشوفوا واحد الرئيس ديال الحكومه اللي كيهضر بلغه الشعب، يعني كيهضر باللغه الدارجه باش كلشي الناس تفهم، الشعب المغربي كامل ويفهم اش كيروج واش كيتقال. يكفينا صرف على ان هاد الناس هادو خارجين من رحم الشعب. يعني ان مادام انك كتشوف الدكتور العثماني، كتشوف بزاف ديال الناس اللي كتشوفهم كيدخلوا الاسواق مع الناس، بعد الخطاب كتشوف على ان هذاك يعني رباح كيشد لو تران مع الناس من قنيطره حتى للرباط، كيحاولوا انهم يعني يبقاو في الصوره اللي الشعب عارفهم عليها. للاسف ثاني ولينا كنشوفوا هاد الناس اللي كيطعنوا في النزاهه ديال العداله والتنميه، مع اننا كنعرفوهم يعني كنعرفوهم على ان راه ما يقدرش هذاك الانسان يمد يديه للحرام ولا شي حاجه. الناس اللي مرشحين الان اللي كيقول لك بغاو يعوضوا العداله والتنميه، قولوا لي فين كاين شي واحد عنده المستوى ديال ولو يعني عضو واحد في الحزب العداله والتنميه. هذا العمري الياس العمري اللي في المستوى الدراسي ديالو الرابع اعدادي بغى يشد يتراس حكومه ديال كتمثل الشعب ديال 40 ديال المليون ديال البشر، هذا راه لا يعقل. في بلد كالمغرب اللي التاريخ ديالو ما شاء الله يعني عظيم وراه كل شيء، يعني الناس راه عارفين التاريخ ديال المغرب. فللاسف حنا كنتمنوا ان العداله والتنميه يزيد خمس سنين اخرى، ويعني بالمساعده ديال الملك بطبيعه الحال. بارك الله فيك مصطفى، شكرا جزيلا. نمشوا لفرنسا، معنا قدوري، اهلا بك. السلام عليكم يا عادل. وعليكم السلام. ورحمة الله. أشارك معكم في هذا الموضوع الانتخابات. أهلا بك. يعني الانتخابات يعني ما حقيقة نعم لابد من الدولة أن تقوم بهذا العبارة. يعني الإنسان الهيئة والهيكلة الأحزاب موجودة كثيرة، ولكن ما هو الحزب الأقوى حتى يكمل يعني حتى هذه اللجان يعني الخاصة الأحزاب يعني للحكومة المعنية. بقى معنا محمد او استاذ قدوري، عندنا مباشر من حزب العداله والتنميه، ابقوا معنا. تحيه لحزب العداله والتنميه من طنجه حتى للقويره.
أظن أن هذا الفرح بربما فوز مسبق لحزب العدالة والتنمية، وش رأيك محمد بن النظور؟ أهلا بك. صراحة إلى دست العدالة والتنمية في هذه الخمسين هذا غتكون كارثة على المغاربة الفقراء. أما بالنسبة لهم هما راه موظفين وراه كيتخلصوا مليح كيتخلصوا مزيان كأصحاب العدالة والتنمية كاملين كوادر كاملين كيتخلصوا مزيان من الدولة وكاملين خدامين مزيان. يعني اللي غياكل الدق غادي ياكلوا الفقير، خصوصا أن العدالة والتنمية كتخلصوا جوج قطاعات مهمين ديال الدولة المغربية هي الصحة والتعليم. يعني وشكون الحزب اللي يكون تشوفوا أنت يكون أحسن منهم يعني؟ صراحة أنا متعاطف مع حزب الأصالة والمعاصرة. يعني واش يخليك يعني متأكد أن حزب الأصالة والمعاصرة يكون أحسن يعني؟ نعطيه فرصة. يعني الفرصة. والفرصة هل أعطيت لحزب العدالة والتنمية في نظرك؟ خمس سنين كافية بالنسبة للفرصة ديالو بهذا خمسين هدف المتغيرات اللي كاين دابا، خمس سنين كافية. جميل، بارك الله فيك أستاذ محمد من الناظور، شكرا جزيلا. نمشوا القدوري من فرنسا. نعم يا أخي عادل، أنا فيما قلت هيئة الهيكلة الأحزاب في المغرب، يعني إحنا ما عندناش إطار يعني ثقافي في الانتخابات، لأن حتى الانتخابات النازحة وغير النازحة لا يعلمها إلا الله، لأن حتى الأصوات الآن لتدل. الو، نسمع فيك الدوري، نسمع فيك. يعني لو تو دولا جو بو بارلي ان فرونسي. معليش بعجاله برك. يعني 43% 44%، ولكن الشعب لا يهمه لو تو دو بارتيسيپاسيون، الشعب يهمه العمل. ونحن نعرف انا ديت في الانترنت لو تو دو شوماج ماو كي لو اوغمونتي دو 14%، يعني البطاله، وحتى لو سميك ناسيونال او ماروك سي 200 اورو بار موا، سي انسوفيزون. كيف تكون يعني الحزب الذي سيأتي خمس سنوات يقول لك غير كافي، لازم خمس سنوات أكثر؟ خمس سنوات يكفي لتعديل الكفة ولإيجاد حل. بارك الله فيك سي قدوري، شكرا جزيلا. نمشوا لشريف من المغرب، أهلا بك شريف. أظن أن فقدنا شريف من المغرب، نأخذ مكالمة أخرى. عبد الله من الناظور تفضل. سعيد من المغرب يقولون، سعيد اهلا بك. نعم سيدي. سعيد نسمع فيك، اهلا بك، واش رايك في النتائج الجزئيه قبل ما نسمعوا النتائج النهائيه الان؟ خويا نقول لك النتائج النهائيه ربما مازال ما فصحوش عليها، يعني احنا ننتظر. مازال نهائيا، ولكن كنتمنوا الفوز للعداله والتنميه. بارك الله فيك، شكرا جزيلا. سعيد دريس من وجده، اهلا بك. اهلا، السلام عليكم. وعليكم السلام. القناه المغاربيه، اهلا بك. الحقيقه كنتمنى ان حزب العداله والتنميه يفوز لعده اسباب. اولا خمس سنوات غير كافيه لانجاز سياسه. الو، نسمع فيك دريس. لان التغيير خمس سنوات كتجربه اولى لحزب العداله والتنميه غير كافيه لتحقيق سياساته. ثانيا مصداقيه اعضاء الحزب العداله والتنميه اللي كانوا في الحكومه ولا في القاعده يعني عندهم مصداقيه. وثالثا يعني كنشوفوا المهزله ديال الدار البيضاء، المسيره ديال الدار البيضاء، يعني الناس اللي دعوا لها واللي تنكروا لها، يعني كان نقدروا نقولوا هديه لحزب العداله والتنميه. اللي كنطلب من العداله والتنميه الى تصدرات الانتخابات انها تبين وتكون عندها جراه انها تقوم باصلاحات حقيقيه وعميقه، وما تخذلش يعني المغاربه اللي تنصوا عليها. وكنظن انايا كنظن بانها غادي تفوز حسب غير المعارف ديالي والاقارب ديالي والاصدقاء ديالي، يعني هناك نسبه كبيره ديال 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 اللي غادي تفوت مع العداله والتنميه. نتمنى ان شاء الله التوفيق وكنشكركم. بارك الله فيك، شكرا جزيلا. ناخذ انس من المغرب، اهلا بك انس. اهلا وسهلا. مرحبا بك.
اخويا انا كان نهضر معكم من الرباط من العاصمه ديال المملكه المغربيه. نقول بالله ما انا لست متحزبا، ليس عندي انتماءات سياسيه، ولكن على حسب ما قامت به العداله والتنميه في هذه المده هذه ديال الخمس سنوات تنظن انها قامت الواجب، تنظن على حسب ما قامت به حزب الاستقلال ولا حزب الاتحاد الاشتراكي المده ديال منذ الاستقلال الان ما باش شي حاجه اللي ملموسه في خمس سنوات اللي قامت به العداله والتنميه. كنظن انا بالله ما باللي المغرب تبعت فيه تحسن. يعني يستاهل الفوز في نظرك؟ نعم يستاهل الفوز. كيفاش يعني يستحق الفوز حزب العداله والتنميه؟ نعم 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 كنتمناه يستحق الفوز. نعم كنتمناه، لان بين ظرف خمس سنوات ولا اربع سنوات اللي شد فيها الحكومه هذا راه الله يجعل البركه، راه غادي في طريق. كنتمناه يزيدوا على الاقل خمس سنوات ولا عشر سنوات اخرى، لان احزاب اخرى الاتحاد الاشتراكي ولا القبوله حزب الاستقلال تقريبا 20 سنه بيناتهم. شكرا جزيلا انس. خلونا ناخذوا على المباشر الان مناضله من حزب الاصاله والمعاصره تحدث عن نتائج هذا الانتخابات، تابعوا معنا. جزيلا سيد زول، مستمرون معكم في هذه التغطية المباشرة، يعني الأجواء كلها تفاؤل، أجواء كلها ثقة بالنتائج المرتبطة. لم نسمع ما قالته مناضلة الأصالة والمعاصرة، نحاول أن نسجل ما قالته ونبثه من جديد. زهير من مانشستر، أهلا بك زهير. سهيب، أهلا بك سهيب. عاشت الاسامي سي سهيب، تفضل. شكرا لك اخي، انا بغيت نشارك معكم في البرنامج. اولا كنشكرك على يعني على الوقت ديالك اللي عطيتي لهذا الموضوع ديال الانتخابات في المغرب. اولا انا ما كنشوفش بان هناك ديمقراطيه في المغرب بالاساس، لان الملك هو اللي كيحكم. معليش ابقى معنا سهيب، بما انك من مانشستر. نعم. لدينا مباشر ثم نعود اليك. شكرا، ماشي مشكل. يعني مباشر من مقر حزب الأصالة والمعاصرة، تابعوا معنا. في مشكلة. أعود إلى سهيب من مانشستر، أهلا بك سهيب. نعم أخي، كي قلت لك أنا كنشوف ما كاينش أصلا ديمقراطية في المغرب. الانتخابات دي عبارة عن صراحية، يعني الملك كيقوم بدعوى الحضور ديال مثلا عيد الميلاد ديالو، كيطفيو الشمع، من بعد كيقطعوا له الحلوه وكياكل المغرب، يعني الثروات ديال المغرب كلها كيستافد منه بوحدها، وعندهم المستشارين ديالو هما اللي كيحكموا في الداخليه وفي الخارجيه وفي كل 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 ما كيتعلق في يعني في السياسه ديال المغرب بالعموم. كيقوموا بانتخابات عباره عن مسرحيه كيضحكوا على الشعب المغربي. يعني اصلا هو اللي كيعين العمال، هو اللي كيعين القياد، هو اللي كيعين الشيوخ، وهما اللي كيحكموا اصلا المغرب. يعني ولماذا كل هذه الاموال التي تصرف على الاحزاب؟ كاين اكثر من 40 حزب في المغرب، يعني لماذا كل هذه الأحزاب؟ كان ينحي الاحزاب ويخلي امواله يعني. اصلا هما الاحزاب نفسهم اسسهم يعني الراحل حسن الثاني، والمعنى من باش يكونوا احزاب كثيره باش ما يوصلش حتى شي حزب الاغلبيه ويحكم وحده. بارك الله فيك سي سهيب. عبد الوهاب من المغرب، اهلا بك. يا اهلا، السلام عليكم. وعليكم السلام. اخي شناف. نسمع فيك سي عبد الوهاب، تفضل. الو، نعم سيدي، اسمع لي لي. انا مع العداله والتنميه. وعلاش انت مع العداله والتنميه؟ لان ما هاد الاحزاب كلهم في المغرب ما كاينش شي واحد كيما نقولوا حنا بالدارجه بالجبليه اللي حمر لوجه، كلشي ناس ذو المستوى. العداله والتنميه فيها واحد شويه ديال القباد الاسلام، وواحد شويه اللي غتلقى هاد البلاد ان شاء الله باذن الله. هو حزب الاصاله والمعاصره يقول احنا متقدمين، لكن متقدمين يعني بشويه برك، واش رايك؟ الاصاله والمعاصره الله يعاونهم، وناس ذو المستوى، الناس اي هضروا في شي مواضيع اللي ماشي ديالهم. انسان امن عند الحزب
النيفو ديالو طايح كما نقولوا حنا بالدارجه وما يستاهلش يجي يدينا البلاد. بارك الله فيك عبد الوهاب. مينا من المانيا، اهلا بك. اهلا وسهلا، مساء الخير. اهلا، بغيت نقول الراي ديالي بالنسبه للانتخابات في المغرب. أتفضلي. انا عايشه في المانيا. أيوة. ولكن كنشوف باللي الناس في البلاد المغرب بلد جميل جدا، والناس لازم يفهموا باللي التغيير يحتاج لوقت، يحتاج الى وقت. يعني بنكيران انسان كيخدم وتطرق لمواضيع ومشاكل في المغرب لم يتطرق اليها حزب من قبله، مثلا بالنسبه للنساء اللي ما يشتغلوش وما عندهمش فلوس، وبالنسبه للميدان الصحي. ولكن الشعب المغربي خصو يعطي فرصه للناس يخدموا، يعني 5 سنين ما كافيه. انا عايشه بالمانيا، وكمان الناس بالمانيا ما فرحانينش، لانه دائما بغاو التغيير الاحسن، يعني التغيير الاحسن الاحسن. استفادت منه الجاليه المغربيه، ما الذي استفادت منه الجاليه المغربيه مع حكومه بن كيران؟ انا ما كنشوفش المصالح، انا ما كنشوفش المصالح الشخصيه، مثلا كنشوف المصالح العامة ديال البلد كله. يعني التغيير في المغرب خصو وقت، يعني خص الأساس يتغير، لأن بن كيران ما غاديش يقدر يجي اليوم 5 سنين ويغير. يعني هو ليس بإله يقول. ألو كتسمعني؟ يعني اسمع فيك يعني. لكن حزب الأصالة والمعاصرة كذلك حزب جديد، لماذا لا تمنح له الفرصة؟ لا شوف، بن كيران ماشي هو الله يقول كن فيكون. نعم، بن كيران خصو وقت باش يغير. بن كيران ابتدى من الاساس، كيغير من الاساس. يعني والفلوس بن كيران ماشي غادي يجيب الفلوس من السماء. يعني الناس كيفكروا كيقول لك بن كيران خص يكون الوظائف، الناس تخلصوا بزاف، خص يبني ويدير ويدير، خص فلوس. يعني لازم يشوف هاد الفلوس مين غادي يجيو، ماشي غادي ياخذ الصندوق ديال الدوله ويدير به يحقق امال الناس سنه او سنتين وفي الاخير يعني ينزل المغرب. يعني يعني تشوفي مينا انه 5 سنوات اخرى لحزب العداله والتنميه يكون ايجابي على المغرب؟ غادي تكون ايجابيه، لانه التغيير يحتاج الى وقت. شكرا جزيلا مينا. عبد العزيز من المغرب، اهلا بك. اهلا مرحبا، تفضل عبد العزيز، اسمع فيك، واش عندك تقول؟ مرحبا خويا، شكرا، بارك الله فيك على هذا البرنامج الجميل جدا. شكرا جزيلا. خويا بغيت نهضر ان شاء الله على هذا الحزب هذا العداله والتنميه ان شاء الله، ونتمنى الفوز ان شاء الله بحول الله تعالى في هذه الانتخابات هذه، وحنا باقي تنتمنى النتائج ان شاء الله، ونتمنى تكون نتائج مشرفه ان شاء الله. وانت هل شاركت في فوز حزب العداله والتنميه؟ من طبيعه الحال، من طبيعه الحال. خرجت وصوت يعني اليوم؟ نعم، بطبيعه الحال صوت اليوم. كيف كان التصويت اليوم؟ يعني واش شفت في مكاتب الاقتراع؟ بالنسبه لمكاتب مكتب الاقتراع كان يعني احنا في واحد الباديه صغيره. ايوا واحد الباديه صغيره في اقليم طاطا. المهم كان نسبه المشاركه يعني متوسطه على باس بها، وكان الناس يعني كانوا في مستوى ديال هاد المرحلة هذه. الحمد لله دينا الواجب ديالنا كما. واش هي النتائج لحد الآن في منطقة تاعكم؟ النتائج كانت يعني متوسطة، لأن الناس هنا ما كانش الكثافة العددية ديال الناس. دوار فيه واحد نسبة قليلة ديال الناس، زعما تقريبا الدوار كلها تكون فيه واحد. معليش، هو دوار صغير، لكن شكون اللي فاز في هذا الدوار؟ نتائج الجزئيه الاولى يعني. الحمد لله العداله والتنميه كانت هي اللي تقدمت في هذه المناطق هذو تقريبا. هي الاولى في هذه المناطق، الناس يعني تيقن في هذا الحزب هذا، وان شاء الله نتمناو في البلايص الاخرين باش تكون الكثافه عدديه، وتكون الحزب العداله والتنميه نتمناو ان شاء الله يكون هو الاول في هذه الحكومه هذو الى بالكير ان شاء الله. بارك الله فيك عبد العزيز من المغرب، شكرا جزيلا. ابو معاذ من اسبانيا، اهلا بك. نعم، حياكم الله، واشكر هذا القائمين على هذه القناه. حياك الله. وبالنسبه للانتخابات المغرب، انا لا ارى بديل في المغرب، سواء كان حزب العداله والتنميه او الاصاله والمعاصره او حزب الاحرار، لم يكن هناك تغيير يظهر في المستقبل، ولن اتفائل بهذه الانتخابات في المغرب. ولماذا السبب؟ وأقول لك الأسباب. الأسباب، أنا أذهب كل صيف إلى المغرب. أيوة. وأذهب إلى المراكز، هناك لا صحة
بالنسبة للمستشفيات لن يتغير حالا فيها. بالنسبة للتعليم كل سنة يكون هناك اكتظاظ في التلاميذ في الأقسام، لم يطرأ أي تغيير. في العدالة الاجتماعية في القضاء لن يتغير شيئا في المغرب، ولن أتفائل سوى إذا كان هناك تغيير لدستور من القمة. تسمعني يا أخي؟ نعم نسمع فيك. نعم عبد السلام. يعني أنا مهموم كثيرا بالمغرب وأحب بلدي كثيرا وأحب أن يتغير، وإذا تحب بلدك أن يتغير. لا لكن أنت رسمت صورة سوداوية وما عطيتناش الحلول سي أبو معاذ. الحلول يا أخي ماذا أقول لك؟ احنا كان عندنا كنا معولين بعد الله على حزب العدالة والتنمية، لكن لم يوفي بما وعدنا به في السنوات القادمة. بارك الله فيك أبو معاذ، شكرا جزيلا. عبد السلام من أكادير، أهلا بك عبد السلام. نعم تفضل نسمع فيك. يا أستاذ السلام عليكم، شكرا على الاستضافة. أهلا بك. يا أخي عبد الإله بن كيران ليست صراحة لديه عصا سيدنا موسى لكي يقول للمغرب كن فيكون. المؤشرات الانتخابات يعني صعب تحديد من سيفوز هذه المرة بالانتخابات. كذلك الشاب المغربي وضع قدم يعني وفي ثقته في حزب العدالة والتنمية، لذلك يعني حزب العدالة والتنمية لديه خبرة صراحة، لديه خبرة في الميدان السياسي، يعرف كيف يتصرف مع المشاكل. يعني من أين اكتسب هذه الخبرة؟ يعني من يعني بداية بن كيران ما كان متحالفا مع الحزب الاستقلال، يعني اكتسب خبرة جدا. كذلك الدولة تريد أن تثبت للعالم أن المغرب يعمل في الإصلاح، لكن هذه السياسة خاطئة بالنسبة للمملكة المغربية. حتى الحملة يعني ليست في المستوى، غياب الإقناع، غياب التقييم الذاتي. كذلك يصعب التنبؤ بما سيكون في الانتخابات. ولهذا نحن ننتظر النتائج النهائية إن شاء الله، ممكن ستكون نعم بعد يعني نصف ساعة أو حتى أكثر. عبد الله من أكادير، أهلا بك عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أخي أقول أن وصول العدالة والتنمية للحكم نعم وقضاء فترته لم يكن بالأمر الهين في المغرب، فالمغرب يبقى مثله مثل الدول العربية كالجزائر سنة 92 وحماس في فلسطين إلى تونس إلى مصر إلى تركيا، التي رغم أن الإسلاميين أوصلوا تركيا إلى مصاف الدول المتقدمة نعم بدون بترول، فالناس وقد رأينا ما جرى في الأخير. فالناس التي تقول بأن ابن كيران لم يحقق شيء، السؤال هو المطروح، هل ابن كيران كان يمرر ويسير بشكل عادي؟ هل كان المعارضة تصادق على مشاريعه؟ لا بالطبع. أعطيكم مثل، في عهد مرسي الرئيس المصري السابق كانت الكهرباء مقطوعة على كافة الطرق المصري، بمجرد الانقلاب عاد الكهرباء إلى هذه الدولة. مشكلتنا في الدول العربية هي مشكلة الدولة العميقة التي تتحكم فينا، تقتلنا. البام أو الأصالة المعاصرة ومؤسسه وظف كل شيء للوصول للحكم، لا لشيء، وهو حماية اقتصاد الريع الذي يستفيد منه الديناصورات المغرب. مثلا بن كيران عندما رفع الدعم على البترول، المتضرر الأكبر هم هؤلاء الديناصورات. والله يا أخي تصدقني القول، أنا أخي كنت أشتغل في المطاعم الفخمة والفنادق الفخمة هنا في المغرب، وكنت شاهد عيان وعندي أسماء وواقع على فساد هؤلاء النخب السياسية والإعلامية وكل شيء. والله شاهد على ما أقول باستثناء يعني لا لم تلتقي بعناصر من حزب العدالة والتنمية في هذه المطاعم الفخمة؟ أبدا والله شاهد على ما أقول أبدا. عبد الله بن أكادير شكرا جزيلا. نأخذ محمد من الدار البيضاء، أهلا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله.
اخويا بغيت نشارك بالنسبه للانتخابات. وحنا نسمعوا فيك. اييه كسميتو بغيت نقول يعني لو فاز حزب العداله والتنميه فالانتخابات سوف تكون كارثيه على المغرب لانه لم يحقق اي شيء. ايوه هو يعني بالنسبه لي يعني شحال هادي باش شدينا دابا الاستقلال من 56 ياك. ايوه يعني باقي حنا هما حنا ما كاين حتى حاجه ما كاين والو حنا باقيين عايشين. وانت شكون اللي تشوف فيه شكون اللي تشوف فيه يعني يغير شيء؟ واش من حزب ما كاين والو خص بزاف الحوايج تغير. مثلا خصنا وجوه جديده. خصنا كاين بعض رؤساء الاحزاب اللي يعني حاشاك كيديروا لي كوش وباقيين هما رؤساء الاحزاب فهمتي. يعني بغينا شي حاجه تكون. واش بغيت احكي لي محمود واش اللي بغيت؟ يعني بغينا واحد التغيير. مثلا بغينا يجيو ناس شباب تكون عندهم غيره على هذا الوطن. هادشي اللي كاين. بارك الله فيك محمد شكرا. عبد الحق عبد الحق منين تكلمنا؟ عبد الحق عليكم. عبد الحق تفضل. الو السلام عليكم. منين تكلمنا عبد الحق؟ من الدار البيضاء. اهلا بك يا سي عبد الحق تفضل. يا خويا لاباس عليكم؟ الحمد لله حياكم الله. خويا لا ماشي الحزب الذي يغير بل المجتمع. نحن الشعب يجب ان نتغير نحن وليس الحزب. نعم هذا هو. لان شكرا جزيلا سي عبد الحق. يلتحق بنا الان مراسلنا من المغرب استاذ نبيل عبد اللاوي. مرحبا بك. هل فيه مستجدات سي نبيل؟ مرحبا بك زميلي عادل. اخر المستجدات هو ما اعلنته بعض الاحزاب السياسيه من خلال ما صدر عنها من بيانات، حيث ان حزب الحركه الشعبيه يراهن على 40 مقعدا حسب ما ورد من معطيات انطلاقا مما قاله بعض قياديه. اما حزب الاتحاد الاشتراكي فقد قال ادريس الأشقر الكاتب الاول للحزب بان حزبه ضمن الان من 4 إلى 5 مقاعد، مستغربا الاجواء الاحتفاليه لبعض الاحزاب التي اعلنت تصدرها النتائج، ويعني بذلك حزب الاصاله والمعاصره وحزب العداله والتنميه. اما حزب الاستقلال فقد اعلن الناطق الرسمي باسم الحزب عادل بن حمزه ان حزبه يتصدر حاليا مؤقتا المرتبه السادسه ب 28 مقعدا حسب بيان او حسب ما اكده الناطق الرسمي لحزب الاستقلال. اما الحزب الاشتراكي الموحد الذي دخل في تحالف مع احزاب اليساريه فقد صرحت نبيله منيب الامين العام لحزب الاشتراكي الموحد بانهم متفائلون بمؤشرات نتائج الانتخاب وتوحي بانهم يحصدون حاليا نتائج جد جد ايجابيه. هذه زميل عادل اخر المستجدات على الساحه المغربيه بخصوص انتخابات 7 أكتوبر. شكرا جزيلا استاذ نبيل عبد اللاوي. نبقى على تواصل في انتظار النتائج النهائيه ونتائج وزاره الداخليه. حمزه من بلجيكا اهلا بك. حمزه حسن عفوا حسن من بلجيكا اهلا بك. حسن نسمع فيك؟ كنسمع اخي. نسمع فيك تفضل واش عندك؟ بغيت نجاوب على السؤال ديالك اخي. لا تفضل واش هو السؤال؟ هو ان بالنسبه للحزب العداله والتنميه الوصول ديالو الحكومه رئاسه الحكومه هو هناك بعض المسائل اللي هي واضحه جدا، هو ان العناصر او جل الوزراء ديالو اللي كيتواجدوا بالحكومه هما شباب وعندهم مستوى دراسي هائل جدا، وكذلك هو انهم ما عندهمش واحد التاريخ خايب كما كنقولوا بالمغربيه، التاريخ ديالهم ما في حتى شي وسخ كما كنقولوا. وثانيا هو ان الدليل على ذلك هو انهم الرجوع ديالهم بعد 5 سنين ان المغاربه تاقوا فيهم وصوتوا عليهم وهم غادي يوصلوا ان شاء الله. هو ان الثقه ديال الشعب هي الدليل على الوصول ديال مازال انهم مازالين واصلين في العمل ديالهم. وشكرا. بارك الله فيك حسن. يوسف من اسبانيا هذه المره اهلا بك يوسف. السلام عليكم. وعليكم السلام. اولا تحيه لك الاخ والقناه المغربيه. شكرا تحيه متبادله. شكرا. الاخ كيري انا جد متفائل بحزب العداله والتنميه اولا. لكن النتائج لم تظهر بعد يوسف، هناك تقارب بين الأصالة والمعاصرة وحزب العدالة والتنمية وفي يعني في 2 رام يحتفلوا يعني. نعم
أنا الآن في إسبانيا وأتصل بأصدقاء في المغرب مثلا. في المدينة التي أقطن فيها أنا حصلت العدالة والتنمية على المرتبة الأولى، هذه بالنسبة لإقليم الحاجب. ويعني جميع المؤشرات والمعطيات تقول أن حزب العدالة والتنمية سيفوز بالمرتبة الأولى في الانتخابات هذه. هذا تبقى كلام، لكن نتمنى إن شاء الله أنه حزب العدالة والتنمية هو اللي غادي يتصدر المرتبة الأولى. أولا النزهة ديالو، الوزراء ديالو حتى اليوم يعني كانوا ما عندهمش واحد التجربة كبيرة في قيادة ديال الحكومة، على الأقل يعني أعطوا داك الشيء اللي عرفوه واللي قدوا عليه وما تكذبش ضدهم أي فساد. وبالنسبة للجماعات المحلية كذلك، جميع الجماعات المحلية اللي ترأسوها أو يعني تحكموا فيها العدالة والتنمية ما عمرت ضدهم فاسد، وهذا يعني إن دل يدل على صدق هاد الناس هذو. بارك الله فيك سي يوسف، شكرا جزيلا. ناخذوا رياح من بركان، أهلا بك. بالرياح أخويا، بالرياح. بالرياح، أهلا بك سي بالرياح. بالرياح من مدينة بركان. أهلا بك. السلام عليكم. أولا أشكر المغاربية على الحياد وأشكرهم جزيل الشكر، لأن المغاربة كلهم يحبون المغاربية حاليا لنا الحيادية، وكذلك لإعطاء المفهوم الحقيقي لكل ما جرى ويجرى وما وقع في انتخابات المملكة المغربية. إذن أقول لك سيدي أن هناك بعض اللوبيات كما نقول، أو بعض المتسرعين في الكلام أو المتملقين، أنه قالوا أن السلطات تنحاز إلى حزب ما. ها هي النتيجة دابا، الأصالة ربما الأصالة أو العدالة التنمية هما في تنافس، ما عرفنا شكون الأول أو الثاني، لكن هذا دليل أن هناك نزهة وهناك سلطة، سلطة محايدة، أقول وأكرر سلطة محايدة تحت الرعاية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي ما فتئ يقول الانتخابات الشفافية والنزهة وإصلاح كما قلت الإصلاح منذ اعتلاه العرش في سنة 1999 كان كيطالب بالمجلس الانتخابي من سائر الشوائب. ها هي النتيجة. إذن لماذا التصارع؟ لماذا الحكم قبل كل شيء؟ فهنيئا للفائز، الفائز هو المغرب، أقول الفائز المغرب والوطن. كما قلت دائما أن الوطن لا يباح ولا يستباح. شكرا للمغاربية على اهتمام بالمغرب وبالمغاربة، وتمنى لكم التوفيق، والجزائر كذلك الشقيقة نتمناهم الازدهار والنمو وكل شيء. شكرا جزيلا عبد الله من إسبانيا، شكرا جزيلا لك على المداخلة. نأخذ عبد الملك من إسبانيا كذلك. عبد الملك أهلا بك. عبد الله، عبد الله من إسبانيا تفضل. ألو، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. سيدي كان شكر قناة المغربية على التغطية المباشرة ديالها ديال هذا الحدث المغربي اللي كيتعلق بالانتخابات المغربية، ونقول نعم نسمع فيك. نقول بأن حزب العدالة والتنمية بأنه أخف الضررين بالنسبة للمغاربة، هو أحسن من بعض الأحزاب اللي قضت مدة طويلة في الحكومة المغربية وما قضت والو، وخمس سنوات بالنسبة للحزب العدالة والتنمية يعني في المدة السابقة غير كافية، لأن قضت مجموعة من الملفات اللي كبيرة وكبيرة بزاف، ماشي في واحد المدة وجيزة اللي الحزب ما كانش يعني عنده تجربة قديمة في الحكومة غادي يجي ويغير. ومسألة أخرى أن لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وكما كنتم يولى عليكم، هذه يعني قاعدة شرعية معروفة. مسألة أخرى اللي تنآمنوا بها جميع، وهي التغيير يبدأ من المجتمع، و40 حزب احنا ما عندنا ما نديروا بها، أربعة الأحزاب كافية في المغرب، وما نتمنى هو يعني إصلاح ثلاث قطاعات اللي هي أساسية في المجتمع المغربي، وهي التعليم والعدل والصحة. بارك الله فيك. ما يهمنا أكثر نعم. وهو أمن البلاد واستقرارها. والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام، شكرا. عبد الله، عبد الملك من فرنسا أهلا بك. وي السلام عليكم. وعليكم السلام.
شكرا بعد على هذه التغطية الخاصة. حبذا لو كانت عندنا احنا مثل هذه القناة في البلاد اللي نهضروا فيها بكامل الحرية. المهم بالنسبة لهذه الانتخابات المغربية التشريعية، كنظن الناجح هو الديمقراطية، الديمقراطية يعني بالدرجة الأولى. بالنسبة للحزب، الحزب ديال عبد الإله بن كيران، هذا حزب أنا بالنسبة لي عنده واحد 4 سنين أو 5 سنين، يعني مازال حزب فاتي، حزب جديد. نعم. كيخص كلنا نعاونوا هذا الحزب هذا ونقفوا معاه ونمشيوا معاه. هناك الحزب اللي هو الأصالة والمعاصرة، اللي هو حزب الإداري، الحزب اللي هو يعني غير أقول ما عندوش حتى سي نسيت بعض التحليلات اللي كنت بغيت نقولها، وكنطلب من الله عز وجل النجاح لهذا الحزب الفتي. والسلام عليكم. إن شاء الله، بارك الله فيك عبد المالك، شكرا. ناخذ حسن من أكادير، أهلا بك حسن، تفضل. ناخذ كريم من أبركان، أو كريمة، كريمة من بركان، تفضلي كريمة. تسمعيني؟ نعم سيدي. تفضلي نسمع فيك. شكرا. لقصينا التلفاز من فضلك. نعم سيدي. واش رأيك في هذه النتائج الجزئية للانتخابات؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم سيدي. تفضلي نسمع فيك، ولكن مع هذا أنت ما نقصتيش تلفزيون. أنا بعيدة سيدي. معليش نقصي له لأن عندنا فيه ديكالاج بيننا وبين كلام التلفزيون، يعني ولهذا يأثر عليك. سمعيني من الهاتف. نشكركم أسيدي على الاهتمام. نعم. 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 تفضلي. ألو السلام عليكم سيدي. وعليكم السلام، تشكرين على الاهتمام وكذلك. واش رايك في الانتخابات؟ شكرا سيدي، نشكرك على الاهتمام. وانا اللي بغيت نقول، نعم سيدي، وانا اللي بغيت نقول هو احسن الحكومات اللي فاتت في المغرب هي حكومه بن كيران، ونتمنوا لها ان شاء الله الفوز، لان 5 سنين ماشي كافيه للتغيير. شكرا كريمة، بارك الله فيكم. نعود نحثوا المتصلين الكرام يبعدوا على التلفاز ولا ينقصوا له اخر يعني درجه باش نتحاوروا ويسمعونا على الهاتف من فضلكم. محمد من سهله، اهلا بك محمد. اهلا. اهلا بك محمد، تفضل. شوف، السلام عليكم. بعدا عليكم السلام ورحمه الله. أنا ذا الحكومة العدالة والتنمية راه أحسن حكومة اللي خدمت في المغرب، وعندها وزراء مثقفين ومزيانين، وهي اللي عندها الحق باش تخدم في هذه. جميل، شكرا جزيلا محمد. ناخذ بعض النتائج مباشرة من حزب العدالة والتنمية، تابعوا. تدل على أننا سنفوز بمقعد، وفي طرفايا أيضا هناك مقعد في مدينة سمارة، مقعدين والمقعد الثالث على الأبواب. في مدينة مراكش لحد الآن عندنا 6 مقاعد من أجل 9، وننتظر المزيد. في مدينة المحمدية النتائج الأولية تشير إلى مقعدين. في مدينة طنجة، وما أدراك ما طنجة، 3 مقاعد مضمونة، وننتظر المقعد الرابع إن شاء الله. في أكادير 2 مقعد، إنزقان 2 مقعد، والثالث شبه مضمون. في مدينة شتوكا 1 مقعد، في تارودانت 1 مقعد ظفرنا به في الجنوبية، وننتظر المقعد الثاني والمقعد الثالث في الشمالية.
مدينة القنيطرة لحد الآن مقعدين وننتظر المزيد. الرشيدية مقعدين وننتظر المزيد أيضا. في مكناس لحد الآن مقعدين. تطوان مقعدين. قال كد الإخوان رصوص ما كاينش على برا. الدار البيضاء. الدار البيضاء لحد الآن. الله. ولا زالت النتائج في ارتفاع. 16 مقعدا. مصطفى الخلفي يفوز بمقعده في سيدي بن نور. ارحمنا مقعد. العيون المقعد شبه كامل الآن إن شاء الله. الفحص أنجرة حصلنا على مقعد. قلعة سراغنا مقعد. تيزنيت نتجه إلى الفوز بالمقعد. إوا إلا ما نسيت شي حاجة هادشي اللي كاين في حد. فاس فاس لحد الآن نحن عندنا 6 مقاعد من أجل 8 وهناك احتمال للفوز بالسابعة. بالسابعة. حين نسمع أن حزب العدالة والتنمية فاز ب6 مقاعد في فاس وينتظر السابع من أصل 8 يمكننا أن نقول أن الفوز قد أصبح حليفهم. ما رأيك مصطفى من أكادير؟ أهلا بك. فقدنا مصطفى السالم من تونس. أهلا بك. أهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أخي أول حاجة نبارك لحزب العدالة والتنمية هذه النتائج الأولية أولا، وأقول بالنسبة للإخوة المغاربة أن حزب العدالة والتنمية كما قال أحد المتدخلين هو حزب فتي وحكم، ورغم ذلك كانت هناك عراقيل وتعطيل من بعض الأحزاب من عدم خبرته وخبرة كوادره في الحكم، إلا أنه أنجز الكثير ثم الكثير على المستوى الإشعاع الدولي، على مستوى توطيد العلاقات مع الشقيق الجزائر، مع علاقاته مع مواقفه في القضية الفلسطينية، مع كل هذا يحسب لحزب العدالة والتنمية في حزب العدالة رئيسه بن كيران في المغرب، ونرجو له التوفيق وشكرا للمغاربية. شكرا جزيلا لك سالم من تونس. ناخذ مكالمة أخرى. محمد من مراكش. أهلا بك محمد. أظن أننا فقدنا محمد. كما ذكرنا كان الناطق الرسمي من عدالة والتنمية قد كان صرح بحصول حزبه على عدة مقاعد، ذكرنا منها على سبيل المثال فاس 6 مقاعد، هو يقول أنه سيفوز بالمقعد السابع في فاس من أصل 8. عبد الغني تفضل. عبد الغني من المغرب أهلا بك. مرحبا أخوي. مرحبا بك. مرحبا بك. السلام عليكم. ما رأيك في هذه النتائج اللي كان يتكلم عليها تصريحات الناطق الرسمي لحزب العدالة والتنمية؟ اولا انا كنشكر البرنامج ديالكم وكنشكر هذا الاهتمام بالانتخابات المغربيه. كنظن بان حزب العدالة والتنمية حزب غادي ينجح ان شاء الله. الو، واش تنتظر منه عبد الغني؟ كنتظر تغييرات في البلاد، كنتظر يكونوا شي حوايج مزيانين للبلاد في قطاع التعليم، قطاع الصحة، وفي القطاعات المهمة في المغرب. التشغيل، لأن 5 سنين اللي فاتت كنظن بأن ما كانوش إنجازات كثيرة، ما كانش لا شيء يذكر.
بارك الله فيك عبد الغني. يعني علاش ما كانش الانجازات كبيره في الخمس سنوات الماضيه في نظرك؟ كنظن لان الحكومه الحاليه للحزب العداله والتنميه جات لقات مشاكل كثيره، يعني لقات حكومه من قبل كانوا ما زعما ما كاينش يعني خمس سنوات فوتوها في تعديل الامور، يعني تماما هادشي اللي كنشوف انا. يعني هاد خمس سنين كانوا كيفكروا يغيروا مثلا محاربه الفساد ومحاربه اشياء كثيره تركوها حكومه سابقه. بارك الله فيك، شكرا عبد الغني. عبد الجبار من الدار البيضاء، اهلا بك. اهلا وسهلا سيدي، لاباس؟ الحمد لله. واش عندك تقول لنا اليوم عبد الجبار؟ اخويا هاد الناس ما بغاوش هاد الحزب اللي كيعطي النتائج لهاد البلاد. ايوا وكيحقبوه من لا من السلطه ولا من الاحزاب الاخرين ولا من بعض الناس اللي هما كينتموا للاحزاب ديالهم والعصار ديال الاحزاب الاخرين. ولكن هاد الحزب الناس مجتهدين والناس متقفين والناس كيعطيو للبلاد والناس في البرلمان كيبانوا وكيتكلموا مزيان. اما في البرلمان ديالنا راه كتلقى تقريبا في الاحزاب الاخرين 30% حتى 40% ما عندهمش الشهاده الابتدائيه وكيصفقوا وكيعايروا في الكيران وكيعايروا في الحزب. اما الناس اللي هما مهمين في مجلس النواب هما الناس ديال العداله والتنميه لانهم كلهم متقفين. اما نجيبوا الاحزاب لا الاستقلال ولا الاحرار ولا وربما هذا السيد اللي جاب بنسو بغى يترئس الحكومه وربما عنده حتى شي مستوى اللي يمكن ليه يسير به الدوله. انا كنت عرفت علاش كنتعجب انا وكنخمم ان ملي كتوقف العماري كيوقفوا الناس متقفين وراهم وكيضربوا الرقص وهو كيهضر. بارك الله فيك عبد الجبار من الدار البيضاء، شكرا. سعيد من بلجيكا، اهلا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اخويا اش نقول لك، انا ما صوتش انا في بلجيكا ولكن انا نقلبي مع بنكيران، ولكن راه ما نستناوش منه زعما غادي يجي شي حاجه جديده ولا هذه، حيت راه دائما راه من كيهضر راه كشتي ديك نهضر مع الجزيره وهذه كيقول ما راه عندي حدودي، اذا ما غاديش يقدم على شي حاجه ما اكثر من هذا الشيء اللي قدم دابا. يعني ولماذا يعني ما هي الاسباب علاش؟ ما يصلح عاد ما اكثر من هذا الشيء. وعلاش وهي الاسباب؟ الاسباب راه عنده حدوده، اذا راه الملك اللي حاكم البلاد وراه ما عنده ما يدير هو ما اكثر عاد من الملك ولا هذه. صحيت سعيد بارك الله فيك. انس بن بلجيكا، اهلا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. بارك الله عليك خويا، هذا انس من بلجيكا. اش غادي نقول لك خويا، الانتخابات ان شاء الله نتاملوا منها الخير مع العداله والتنميه. الاستقلاليه اللي كانوا قبل في البلاد ما شفنا منهم حتى شي تغيير اكثر من 40 سنه. العداله والتنميه كما قال سي عبد الاله بن كيران ما عندناش يعني واحد العصا صحيه باش نبدلوا الشيء اللي فات في 40 سنه نبدلوه في 5 سنين. يلزم هذا السيد نعطيوه الوقت ونتاملوا فيه خير ان شاء الله والخير لقدام. وهذا انسان غير على البلاد، واللي يبغي بلاده راه يخدمها بقلبه، واللي ما يبغيش بلاده احنا غادي نبقاو ديما نحاربوا في الفاز. بارك الله فيك انس من بلجيكا. ناخذوا بالعيد من العيون، بالعيد حزب العداله والتنميه اخذ كرسي واحد، ما هو رايك؟ انا من هضر الراي ديالي من شكل المغاربيه اولا على هذا الاهتمام، وبغيت تكون مغاربيه على حقيقه. نعم ماشي كما كتهتم بالمغرب وتهتم بالجزائر وتهتم، يكون هذا الاهتمام متواصل ما يكونش مرحله ان شاء الله، يكون متواصل ما يكونش مرحله ان شاء الله. والعداله والتنميه راه هو شاب يلاه بدا بدايه الشباب ديالو، والشباب راه ديما كيعطي. بارك الله فيك سي بلعيد، شكرا جزيلا. حسن من ليبيا، اهلا بك. اهلا وسهلا سيدي، مبروك العداله والتنميه، الناس تشتغلوا مزيان ويستاهلوا حقيقه. الحقيقه هما يعني غيروا من المسار ديال البلاد وغيروا من المسار ديال المغرب. حسن يعني انت مغربي موجود في ليبيا؟ ايوه. كيف هي الاوضاع في ليبيا يعني؟ الاوضاع في ليبيا اخويا لحد الان الحمد لله مستقره، حيت حنا جينا في واحد المدينه الحمد لله الامور غدا مزيان الحمد لله. يعني كيف يعني تاثر هذه الانتخابات على سكان المنطقه بصفه عامه، خاصه انت موجود في ليبيا، كيفاش تلقى الليبيون هذه الانتخابات يعني؟
احنا كمغاربه مقيمين في ليبيا تلقينا الخبر ديال الفوز بالكيان في واحد الراحه والله العظيم واحد الفرحه كبيره بزاف لان هاد الناس يستاهلوا. بارك الله فيك سي حسن، شكرا جزيلا. مينا او ميتا من المغرب، اهلا بك. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. هذا حبيت نشارك انا كفتاه من المنطقه الجنوبيه. اهلا بك. نقول الحمد لله لان الشعب المغربي او الشباب المغربي بين عن وعيه وعن نضوجه وعن انتخابه للناس اللي عندهم ثقه ويد البيضاء. وهذه للمرة الثانية على التوالي لحزب العدالة والتنمية. وكذلك نحب نقول عن هذا احنا ساكنة الأقاليم الجنوبية من خلال نسب المشاركة العالية التي تجاوزت باقي المدن في المملكة. هذا شيء فيه احنا فخورين ونتمنى من أبناء المنطقة الصحراويين يندمجوا في المستقبل البلاد ومستقبل الساكنة. ونتمنى نكونوا احنا كواجهة هذا. شكرا جزيلا ميتا من المغرب. شكرا جزيلا. عبد المجيد النجار من الدار البيضاء، اهلا بك. السلام عليكم ورحمة الله استاذ. اهلا بك، كيف حالكم سيدي؟ الحمد لله. تفضل سي عبد المجيد. نعم سيدي. تنبارك العدالة والتنمية على هذا الفوز الهائل تبارك الله. يعني راه يعني هاد الناس هادو خدامين مزيان وتنشكروهم يعني، وخاصهم يزيدوا في الخدمة ديالهم، خاصهم يزيدوا في الخدمة ديالهم. ورام يعني باينة النتيجة بأنهم راه غاديين بخير وعلى خير. وبعدا المهم كاين شي نتائج بحال ذاك الراميد بحال الأراميل، وبغيتهم يزيدوا في البرامج، بغيتهم انا يزيدوا في العمل، بان المغرب راه الحمد لله غادي في واحد المسار جيد. يعني هل شاركت انت في الانتخابات اليوم عبد المجيد؟ يا سيدي اليوم انا مشيت صوت الحمد لله، كل شيء الظروف غاديه بخير وعلى خير، غاديه الحمد لله في امن وامان، اللهم لك الحمد. سمعنا ان في الدار البيضاء حزب العداله والتنميه خذا 16 مقعد. 16 مقعد. 16 مقعد، هذا سمعنا يعني من الناطق الرسمي لحزب العداله والتنميه يقول انهم اخذوا 16 مقعد. يعني كيف كانت اجواء الانتخابات اليوم؟ والحمد لله في اجواء طبيعيه، يعني اجواء طبيعيه الحمد لله، ما كاينش مشكل. كل واحد كيصوت بسلاسه وبحريه الحمد لله، ما كاين مشكل الحمد لله، داز كل شيء بخير وعلى خير. ومبروك مبروك العداله والتنميه. يعني انت تشوف انه ما كانش فيه تجاوزات، كانت فيه شفافيه، ما كانش فيه؟ لا والو الحمد لله، كل شيء داز بخير وعلى خير، اللهم لك الحمد. ويعني هذا الحزب ديال العداله والتنميه باقي صغير، باقي الله 5 سنين نعطوه فرصه، نعطوه فرصه واحد 5 سنين اخرى ان شاء الله، وراه ما غادي يكون على الخير. وراه السيد بن كيرم راه كيهضر بمعقول وكيهضر داك الشيء اللي كاين. جميل، شكرا عبد المجيد. نمشوا لباريس، معنا خشان عبد الرزاق ورئيس الجالية المغربية في فرنسا ومتواجد الآن في باريس. السلام عليكم. أهلا بك سي خشان. لاباس عليك سيدي، واش أخباركم؟ الحمد لله. واش رأيك في النتائج الجزئية في انتظار النتائج النهائية لهذه الانتخابات؟ هناك لعبة سياسية، لعبة كما نقول سيناريو سياسي، ما كاين حتى شي حزب سياسي في المغرب نزيه. انا اود هذاك البرلمان يبلعوا لي الباب ديالو ويهنيونا، الله يجازيكم بخير. احنا ما نقدروش. اولا نعطيك سيدي المحترم، لماذا الجاليه ما تتنتخبش؟ لماذا الجاليه ما عندهاش الحق في الانتخابات التشريعيه؟ لماذا الجاليه؟ واش حنا جايين من شي بلانيت مارس ولا ما عندناش الحق حتى في بلادنا نتقدموا للبرلمان؟ ثانيا مهزله، اكبر دوله عربيه 36 حزب سياسي، 78 دالمنيار كتفرق على الاحزاب السياسيه. هل البرلمان يا عباد الله كيمشي 5 سنين تيرجع البرلمان يمشي 5 سنين ويرجع ما يشوفش فيك حتى يجي؟ كل شيء بالرشوه، كل شيء انتخابات ليست نزيهه.
ما كاينش اللي يقول لك شي هضره ولا يكذب عليك ولا سميتو. وانا احترم هاد المغاربي اللي كتعطينا نهضروا. الاذاعه المغربيه ليست بديمقراطيه. الاذاعه المغربيه كلها مشريه منهاك عليها، وكل شيء داك الشيء سيناريو مسرحيه، كل شيء محطوط ومنطوط. معليش حنا نحترموا رايك سي خشان، وكاين اراء اخرى ثاني نحترموها. بارك الله فيك. سي نبيل عبد اللاوي مراسل قناه المغاربيه لافادنا باخر المستجدات، وهل فيه نتائج جديده سي نبيل؟ مرحبا زميلي عادل. كما جرت العادة فإن النتائج تعلن رسميا عبر ندوة صحفية يعقدها وزير الداخلية محمد حصاد، لكن لحد الآن نحن نترقب خروج وزير الداخلية بين لحظة وأخرى لإعلان النتائج الرسمية للانتخابات. وبين الأحزاب فقد أعلن قبل قليل إلياس العمري الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة بأن حزب الجرار يتقدم في الجنوب والشرق ويتنافس في الدار البيضاء. ومن جانب أعلن حزب العدالة والتنمية بأنه قد فاز بستة مقاعد بمدينة فاس، وهو المعقل السياسي لحزب الاستقلال. كما أعلن حزب العدالة والتنمية بأنه فاز بثلاث مقاعد بمدينة الرباط، ويتجه نحو الفوز كذلك بمدينة سلا. هذه تقريبا هي آخر مستجدات النتائج الجزئية للانتخابات المغربية. إذن إلى هنا مشاهدي الأفاضل ننهي هذه التغطية الخاصة، لنفتح كذلك الخطوط مرة أخرى يوم الغد بحول الله. نرجو أن تبقوا أوفياء لقناة المغربية. إلى أن نلتقي في مواعيد أخرى، دمتم في رعاية الله وحفظه. إلى اللقاء.